احترم الناس اللي مواعيدها مظبوطه. عشان كده اتاخرت. طارق المهدي، عمر شكري اللي قلت لك عليه. اشهر من نار على عالم يا متر. تسلم عمر باشا. الحرس من دلوقتي تحت امرك، تقدر تمشيهم زي ما انت عايز. ممكن تتكلم معاهم انجليزي عشان غالبيتهم جنسيات مختلفه. بالاشاره. شغلتنا بالاشاره مش بالكلام، هم اكيد فاهمين الكلام ده. تمام. اتفضل. ايه إمكانية تغيير القاعة دي؟ ليه؟ مش عاجباك؟ الخطر بيكون من جوه القاعة أو من بره. لو من جوه القاعة نتبع الإجراءات المعتادة، تفتيش الدخول والاستاف، معاينة الأماكن، لكن أنا شايف إن في خطر ممكن يجي من الكوريدور ده. لو حد قدر يخترقه سهل جدا يوصل لأي حد على المنصة. ما ينفعش نغير القاعة. الدعوات اتبعتت ووصلت لكل الصحفيين والقنوات التلفزيونية، والناس كلها عرفت ان المؤتمر هنا وبكره. يبقى انا محتاج اعين الكوريدور. عين؟ اتفضل. الكوريدور ده موصل على مغسله ومطعم وجراج، يعني لو حد قدر يخترقه سهل جدا يسيب اي حد على المنصه. طيب ما تشوف انت عايز ايه عشان تأمنه، واحنا نجهزهولك. مبدئيا احتاج حارس على كل باب، ويبقى في اتصال مباشر بيني وبينه. الحراسات كلها تحت امرك. شكلهم زي ما انت عايز، شوف شغلك. في حاجه تاني؟ اه في، بس بعدين.